وينضم إلينا على الهواء مباشرة من موسكو مراسل الإخبارية بدر العازمي. بدر، بس الخير، لو تطلعنا على الجديد لديك حول ملف زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو. على الحرمين الشريفين، ها هو الآن، إن كنت تشاهدين والمشاهدين الأعزاء يشاهدون هذه الصورة، هذا هو موكب خادم الحرمين الشريفين قادما إلى هذه الجامعة، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية. خادم الحرمين الشريفين سيتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من هذه الجامعة. ربما إذا سمحت لي زميلي المصور أن نلقي لقطات على موكب خادم الحرمين الشريفين في هذه اللحظات. هو الآن يصل خادم الحرمين الشريفين إلى جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية. دعيني أحدثك قليلا عن هذه الجامعة. تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل 72 عام، على يد توركونوف أحد قادة الاتحاد السوفيتي آنذاك. تعتبر هذه الجامعة من أعرق الجامعات الروسية وكذلك الجامعات في العالم في تعليم ما يسمى بالعلاقات الدولية وأيضا علاقات البزنس وأيضا العلاقات الاقتصادية. هناك عدة مجالات في هذه الجامعة، عدة كليات، منها مجال القانون وكذلك الدبلوماسية وما يخص الأعمال وأيضا الإدارة. تخرج منها العديد من رؤساء الدول ورجال الساسة في العالم، لعل من أبرزهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف. طبعا تسليم خادم الحرمين الشريفين اليوم بإذن الله لشهادة الدكتوراه الفخرية من هذه الجامعة العريقة، هذا يدل على شيء مهم جدا، وهو أن خادم الحرمين الشريفين معروف بدعمه لعجلة التعليم والثقافة، ومن خلال تسليمه هذه الشهادة وكذلك الشهادات الفخرية السابقة من عدة جامعات في دول العالم يدل على أن هذا الرجل له مكانة في المجال السياسي وأيضا في مجال الدبلوماسية العالمية، وأيضا هذا الرجل له مكانة عظيمة في بوتقة الثقافة في العالم، لكون خادم الحرمين الشريفين كما تعلمين والمشاهدين الأعزاء هو رجل الثقافة والتعليم الأول في المملكة العربية السعودية من قبل أن يعتلي سدة الحكم في المملكة العربية السعودية. كما تشاهدين لا زال الموكب يتوافد، سوف نكون معكم بإذن الله. نعم. إن كنا من الداخل، من داخل هذه الجامعة العريقة، أو من الخارج هنا لنقل أحداث هذا الحدث الجميل والمبادرة الجميلة من هذه الجامعة، أن تعرف حجم رجال الثقافة والدبلوماسية في العالم وتقدم لهم الشهادات الفخرية. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك، وستكون معنا خلال هذه التغطية بدر العازمي مراسلنا من موسكو.